نظام الفحص التقني للسيارات كان من أهم أهدافه التقليل من حوادث السير التي غالبا ما يكون سببها الإهمال واللامبالاة من طرف ملاك وسائق السيارات من بين عواملها الأساسية. هذه المراكز تتوزع على جل تراب المملكة وتخضع لضفاتر تحملات ينظم عملها ويحدد مسؤولياتها، وبالتالي فحسن سير هذه المراكز سيمكن من المساهمة في المجهودات الرامية للحد من حوادث السير عبر الطرقات. 5 ديال الشبكات اللي كانت بطبيعة الحال باش عينا هاد 5 ديال الشبكات، كان هناك طلب العروض وتختار الناس على حساب المؤهلات ديالهم التقنية والتجهيزية والكفاءة ديالهم إلى آخره. والآن الحمد لله العملية كتسير إن شاء الله من حسن إلى أحسن، بحيث انه لا اصبح الان غير ممكن ان واحد الانسان مثلا يمشي لواحد المركز ديال الفحص التقني ويرفض له السياره ديالو ويمشي لواحد المركز اخر ويقبلها. كثروا الشبكات ولاو 6 ديال الشبكات والمنافسه كثرت، ومع واخا كثرت المنافسه المراكز ديال الفحص التقني في نظر الوزاره، وهذا شيء مقبول بان كاينه انسيفيزونس داكشي علاش فكروا في هذه الطريقه ديال لابيل دوف باش اللي كيستحق والناس والناس ديال الميدان هما اللي ياخذوا هذه المراكز الفحص التقني، ماشي اي واحد يمكن له. ويتجلى دور مراكز الفحص التقني للسيارات في عملية مراقبة السيارات عموما بالكشف عن العيوب المرتبطة بالحالة الميكانيكية والتقنية والتأكد من صلاحيتها وقابليتها للسير على الطرقات. يشمل هذا الفحص 90 نقطة سلامة موزعة على 9 محاور أساسية، وهي تعريف السيارة وذلك بمراقبة الورقة الرمادية، الفرامل والمقود والرؤية والإنارة والمنبهات الضوئية والعلاقة بالأرض ونوعية هيكل السيارة والأجهزة الميكانيكية ثم التلوث. عندنا هاد لابلاكاجو هادي كنشوفوا بها هاد لي زورغان ديال الديريكسيون، يعني كيفاش دوك السائق كيسوق ديك السيارة وكتهرب ليه هي على اليمين ولا على اليسر، واللي كيجعل يعني كيجعل هذوك العجلات كيتكالوا. كنديروه باش من أجل السائق ومن اجل الحد من حوادث السير. حنا كنحملوا على عاتقنا واحد المسؤوليه كبيره فيما يخص مراقبه العربات اللي كتجول في المملكه ديالنا، وحنا كنحاولوا بما امكن اننا نراقبوا السيارات، كنراقبوا الحاله ديالها التقنيه باش كنخرطوا في هذيك العمليه ديال الحد من حوادث السير. الفحص التقني ليس إجراء زجريا ومفروضا بقدر ما يفيد الجهات الساهرة على السلامة الطرقية في ضبط حظيرة العربات على المستوى الوطني في إطار مزيد من تفعيل المراقبة والتخلص من السيارات الأشباح التي تهدد سلامة المواطنين وبيئتهم.